لا تسترح للهوى برهة وعفة سامة عن الشهوة ولا تتبع أي خلق مشي فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله فذاك السبيل إلى الجنة هلم نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com